عقبة 1000 ساكن يقطنون منطقة المنيه العليا منذ 10 سنوات، إلا أنهم يواجهون مشاكل تتعلق أساساً بانعدام الماء الصالح للشرب وغياب الطرقات المعبدة. التفاصيل في تقرير ياسمين بن سعد وعادل بوستة. شوف، لا طريق، لا ضوء، لا ماء، لا مكتب، لا سبيطار، لا استعجال. هذا وصف لمنطقة المنيلة العليا، حي سكني يضم قرابة 1000 ساكن، منطقة أحدثت منذ 10 سنوات وتوقف بها الزمن كما توقفت بها الأشغال. غياب الطرقات، غياب لمرافق الصحة الأساسية، غياب للمؤسسات التربوية وغيرها. أنا 10 سنين و 15 سنة وإحنا هك تشوف فينا في الطبع وياعد كل شيء. والله العظيم فما شكون لهنا مساك المرأة تولد في الكراهب باي، وفما شكون اللي بالسخانة يبدو تشحطوا في الناس باش يحاولوهم باش يهزوهم الاستعجال. عليه احنا وعنا ارض دوله، علاش ماشي استعجال؟ علاش ماشي مكتب؟ هم جونا باش يعطونا مكتب ومن بعد دارت فيه ترافيك وهزوه اللوت. عليه انت اخذر الصغار بالله يصورهم برسم، اخذر الصغار مساك. احنا ما عندناش حق في مكتب، ما عندناش حق في مكتب، انا حق في مكتب وانا حق في كل شيء. المكتب هو يبعد 2 كيلومتر على عليه احنا. اليوم الرشاحه من المدرسه، كل يوم الرشاحه لا بنتي من المدرسه في الحاله هذيا، كل يوم تطيح. ما عندش ماء باش نحيه من طيشه، ما عندش باش نغسل، باش نجيب لا نسكن في اخر الحي الفوق. عليه هكا عليه، وين الدوله؟ وين نخبوا لنا؟ وين يعملوا لنا؟ وين النداء؟ ياسر ما عادش ساعتين ولادي باش ينتحروا، قالوا لي نحبوا نقلوا من هنا، نحبوا ننتحروا. نغتروا حنا بنتي المره فاتت زعما قالت تروح، قالت لي ماهيش حاله فينا عايشه فيه. ها وخسروا تو نروح فيها هكا، ما عادش باش نغسلها الطابليه نهزك عليها شهر غادي. مشهد كاد يعود بنا الى الثمانينات، لكنه واقع يعيشه اهالي منطقه المنيله العليا في 19 و2000، حيث لا وجود للماء الصالح للشراب في اي منزل. مياه تحمل في اوعيه بلاستيكيه لمسافات. في ظل حالة التهميش التي تعيشها المنطقة وأمام تجاهل السلطات المحلية، نجد شباب تنسيقية المنيلة يدافع ويرفع صوته عاليا لإيجاد الحلول وتغيير الواقع المريرة.